بالنسبة للوفيات سجلنا مع الأسف حالة وفاة واحدة خلال 22 ساعة تنضاف إلى الحالات المسجلة مسبقا منذ بداية الوباء ليصل إجمالي الوفاة المتعلقة بكوفيد 19 منذ بداية هذا الداء ببلادنا 159 وفاة. أما فيما يخص النسبة المئوية للوفيات فلازالت تتناقص شيئا فشيئا وتدريجيا حيث بلغت اليوم 4.1%. بالنسبة لحالات الشفاء سجلنا بحمد الله 51 حالة شفاء خلال 22 ساعة، حالة شفاء إضافية بطبيعة الحال تنضاف إلى العدد القديم، فيصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما منذ بداية هذا الوباء 537 حالة شفاء.